أيضا التصدير العسل تأثر بشكل كبير جدا، لا يوجد مطارات للشحن، لا يوجد مثلا شركات بحرية تشحن، فهذا أثر بشكل كبير على تصدير العسل عن ما كان قبل، أنك تستطيع تشحن عبر الطيران إلى أي دولة إلى أي مكان في العالم. أهم ميزات عسل السدر اليمني أنه لا يطرأ عليه أي تغيرات أو يحدث تبلور بعد مرور فترة قد تصل إلى 5 و6 و7 سنين، والعسل يحافظ على تسمى الخصائص الفيزيائية، اللون والطعم والرائحة والكثافة.